افتح لي اي كرتونه من دول يا علاء. البولو شيرت اللي انت هتشوفوه قدامكم ده، دي كميه كبيره الحمد لله كنا ايه مخزنينها، عملنا فاصل كده. هات لي كرتونه من النص، بلاش اول كرتونه كده، لا يقولوا ان انت متعمد تفتح اي كرتونه. اي كرتونه اقلبها في حته كده عشان الكراتين دي اتظبطت. ده بولو شيرت تركي. البولو شيرت ده كان موجود عندنا ووقفنا العرض عليه، عملنا عرض عليه كده فتسحب جامد ووقف كل الاصناف اللي كانت التانية، فاحنا وقفناه شوية علشان خاطر نهدع ندي فرصة للاصناف التانية. عموما احنا جبنا كمية كبيرة منه النهاردة في مكتب عين شمس، انا كنت في اكتوبر النهاردة، اللي متابعني هيكون شاف اللايف بتاع اكتوبر، فدلوقتي دي كمية تانية. هنعمل عرض بقى. الكرتونه اللي انتوا شايفينها دي كده، الكرتونه دي 33 قطعه فيها بولو شيرت تركي رجالي من سمول لاتنين اكس لارج، اتنين تلبيس، فيهم تلبيس ريجولر وفيهم تلبيس سليم، الاتنين في قلب بعض. اللون الغالب مع اختلاف التطريزات والطبعات هو اللون الاسود، تمام، وهو لون شيك يعني، اللون الاسود ما يضرش. وزي ما تقلب كده على قلب، تمام، ده كده 33 قطعة ب 2000 جنيه، توقف القطعة بحوالي 60 جنيه. افتح لي كرتونة تانية يا محمد هناك كده، افتح لي أي كرتونة كده في الحتة اللي هناك دي كده، برضو كرتونة تانية على سبيل المثال، أي كرتونة اقلب كده في الحتة اللي عندك دي وراك كده في الواسع ده. يبقى نرجع ونقول الكرتونة دي 33 قطعة، عشان مش عايز أطول في اللايف ده. ربنا يخليك يا أخت بسان، تكتر ألف خيرك، ربنا يكرمك ويكرمنا يا رب. الاخت بوسي، احنا اذا كنا كويسين او معاملتنا كويسه او محترمين، انتوا شايفيننا كده، ده عشان انتوا بس اللي محترمين. الاستاذ محمد عبد الله، عناية حاضر يا استاذ محمد، تعالى شرفني، كل اللي انت بتقوله ليه ده موجود، سواء الطقم او كله موجود عندنا بفضل ربنا يعني. دي كده كرتونه تانية فتحناها لكم من البولو شيرت التركي اللي هنعمل عليه عرض ساري من النهارده. البولو شيرت التركي ده كرتونه 3 كرتونه زي دي كده اهي، 33 قطعة ب 2000 جنيه، 33 قطعة من سمول ل 2 اكس لارج. دي كده كرتونة اتقلبت على الأرض أهي، ودي كده كرتونة تانية اتقلبت على عشوائي ما فيهوش تنقية، من سمول ل 2 اكس لارج.